عذرا يا جماعة الخير، ملاحظة سريعة، غلط في شيء ان فتحة اليو اس بي اكتشفت ان الجهاز لا يشحن، وبعد ذلك دخلت موقع الهافن جيفس وحاطين ذا يو اس بي بورت از فور فيرموير ابديتنج، يعني فقط للتحديث نوت فور تشارجنج، يعني ما تستطيع انك تشحن السجارة، يعني بتضطر انك تنزع البطاريات تشحنهم في شحن خارجي. طبعا الرابط انا بحط لكم اسفل الفيديو، والالوان اللي متوفره نفس ما تشوفون في الصوره احمر واصفر وازرق وسيلفر. وبالتوفيق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، معكم اخوكم عرض فيبنج. وصلني غرض من هافن جيفتس، هذا الجهاز اي جوي ار دي تي اي بوكس مود نفس ما تشوفون في الصوره. اول ما تلف البوكس بتلاحظ سكراتش اند تشيك في هذا الخانه، اذا شلت بيطلع لك رقم. بعد ذلك تدخل الى www.ijoy.com، بعدها تتحقق من الرقم اذا اصلي او لا. طبعا يوصل مع البوكس الجهاز نفس ما تشوفون في الصورة. الجهاز بيحمل بطاريتين، سائل بيتحمل يعني اتوقع حول 11 ملي، بيتحمل سائل كمية كبيرة. طبعا جايبين لك بروتكشن اساس، مثلا على اساس انه ما يحدث تسرب الى اخره. بيوصلك كويلات جاهزه من الاي جوي بالاضافه للاورنس، وحاط لك سكاريب وقطع قيار بالاضافه الى القطن. مع ان الخزان نفسه في نظام الفلوسيتي انك تقدر تستخدم قاعده الفلوسيتي عليه، بالاضافه ان الاي جوي جايبين لك كويلات جاهزه من صناعتهم للي مو حاب انه يعمل كويلات. جايبين لك كيبل يو اس بي مايكرو يو اس بي عشان تشحن وتحدث الجهاز اذا نويت، سكرو بالعادي. طبعا جايبين لك بطاقة الاي جوي بالاضافة الى الورنتي بالاضافة الى المانيوال. وهذا الجهاز نفس ما تشوفون في الصورة، مكتوب ار دي تي اي بوكس، بزرار التشغيل، سالب الموجب، شاشة على جنب، فتحة المايكرو يو اس بي. طبعا بيكون هنا السائل، وتصب السائل عبر هذا القطاع. هذا بيكون نفس نظام الـ RDA، لكن هو في الحقيقة RDTA، يعني السائل بيأتي من الأسفل كل ما بتميل الخزان. بالإضافة أنه تسحب للأسفل ويطلع لك الخانة، نظام بطاريتين سيريس، الموجب سالب والموجب سالب. طبعا يا جماعة الخير، إذا عندك مثلا اللي هو الليمتلس وحبيت تشيل قاعدة اللي مثلا البوستلس، الليمتلس الجديد اللي هو بدون قواعد، وتركبها في هذا القسم، قسم الـ RDTA بيركب بدون أدنى مشكلة، وهذا اللي أنا بعمله، بشيل هذا وبركبه في هذا القسم. طبعا نفس ما قلنا يا جماعة الخير، هذا القاعدة حق الليمتلس. نزعنا القاعدة الأولية ونشوف قاعدة الليمتلس اللي هي بوستلس، ركبت بدون أدنى مشكلة. كل اللي عليك بعد ذلك تجيب هذا الخاتم، وكل شيء راكب مكانه من أحسن ما يكون. طبعا زامن فتحة الهواء، فتحة الهواء لازم تكون مقابل هذا الكويلات، لكن حاسب اذا بتنسى الخزان فترة كذا بيسرب، فاعمل حسابك من هذا النقطة، دائما خلي الخزان عكس الفتحات، يعني الفتحات يمين يسار، ود الخزان بهذا الطريقة بيكون افضل اساس ما يحدث تسرب اذا زاد السائل داخل الكويلات. طبعا هنا فتحة اساس تصب السائل. طبعا على كلامهم من 12 ملي يعني نسبة عالية جدا، فاحنا بنصب، يعني طبعا انا ما بصب السائل كله لاني انا الحين حاليا مفلس لكن يعني ما يحتاج مثلا تستخدم مثلا هذا، كل اللي عليك تاخذ السائل وتصبه صباب، يعني شوفوا قرشه كيف خفت، ولحد الآن ما انترس، يشيل كمية كبيرة. طبعا تجيب القطاء، قطاء هذا الفتحة
عدالة تغلقها بكل سهولة. بهذا الطريقة بتستطيع أنك تدخن لأطول فترة ممكنة مع هذا الخزان الكبير. معظم السوائل اللي نسبتها الفي جي الجلسرين ما بين 70 و 80 ما بيضر الخزان، لكن إذا كانت نسبة البروبلين جلايكول عالية فابتعد أنك تركب هذا النسب داخل هذا الخزان. وطبعا نفس ما شرحت يا جماعة الخير، أول ما يعني ودك تفيب أو من هالقبيل كله تميل الخزان عشان ينزل السائل كل بين فترة وفترة، بعد ذلك تدخن بدون أدنى مشكلة. طبعا في التحكم بالهواء، لو تلاحظون طبعا أكيد العالم أكثريتهم يفضلون الهواء الكبير، لكن عندك الميزة الحلوة أنك تقدر تسقر وتكبر في الهواء. طبعا حاليا بنركب البطاريات، ونفس ما قلنا يا جماعة الخير بيكون هذا سبرينج، فالموضوع دائما أنك تضغط وتركب. طبعا بيكون سالب موجب والعكس صحيح، سالب موجب، لازم تركز في هذا الأمور. طبعا الجهاز فيه نظام حماية، يعني أمورك السليم إن شاء الله. وأول ما يشتغل RDT Box Mode، لو تلاحظون يعني بس مجرد أني ميلت فترة وتلاحظوا السائل اللي طلع، يعني حاسب من هذه النقطة. هذه النقطة بتكون جدا جدا مهمة، لأن كمية السائل كبيرة، فما بيصب لك شيء بسيط، ملي بيطلع لك 10 ملي وال 12 ملي اللي حاطهم عبر هذه الفتحة، فدير بالك من هذه النقطة. 5 ضربات، 1 2 3 4 5، يطلع لك باور اوف وتنطفي الشاشة. نشغل ثاني مرة ب5 ضربات، 1 2 3 4 5، ويطلع لك بهذه الطريقة RDTA Box Mode. تقدر تزيد نظام الوات لو حبيت، طبعا الحين حاليا هو على 90 وات، فاحنا بننزل نخليه 80 وات. دير بالك من هذه النقطة، نقطة التسرب. طبعا الشاشة ما فيها أدنى مشكلة، لكن التصوير هو يخلي الشاشة بهذه الطريقة. على العموم يا جماعة الخير خلونا نروح الحين طالع لك المقاومة 0.18، مقاومة جدا نازلة. حاط لك الفولت وحاط لك النورمال اللي هو الخاصية، بالإضافة انك تقدر انك تحدد ما بين هذه الخيارات نورمال او هارد او سوفت. 3 ضربات، 1 2 3، بعدها تقدر تتنقل وتشوف النظام اللي يعجبك، نيكل تيتانيوم ستن ستيل حق نظام التحكم الحراري، باور نظام الوات. نروح لهذا الخيار، يعكس لك الشاشة، خيار غبي. 3 ضربات وترجع مرة ثانية وتضغط، يرجع لك الشاشة، يعني نظام ما أدري من اللي يبي يعكس الشاشة. هذا الخيار اللي يخيرك مثلا هارد سوفت يوزر، يعني تقدر انك تتحكم، خلى على النورمال ولا تتفلسف. على العموم 1 2 3، اخر شيء السيتنج تضغط عليه، الاي دي اذا تبي الشاشه مطفيه او لا، وهذا البف انه بيحسب لك العدادات وتقدر انك تعيده اون. اوكي وخلاص يا جماعه الخير، يعني الموضوع ما يحتاج له فلسفه. طبعا خلوني ادخن واشوف كيف الـ RDTA Box Mode، ونفس ما تلاحظون في الصورة. طبعا حاليا أنا بدخن الـ RDTA Box Mode وأشوف إن شاء الله كيف بيكون أداءه. بس نفس ما قلت يا جماعة الخير، إذا ودك مثلا تبلل كويل لا تروح على عند الفتحة، دائما ميلة عكس الفتحة، يعني بهذه الطريقة. إذا الفتحة جت هنا بالعكس، المهم حاول أنك تبتعد عن الفتحات لأنه بيحدث تسرب رهيب. نقول بسم الله ونجرب RDTA Box Mode من Heaven Gifts. طبعا نسيت اقول لكم في حاطين اضاءة على اساس انك تشوف السائل داخل. طبعا الفيرجن الاولي ما حطوا اضاءة، هذا الفيرجن حطوا اضاءة عشان تعرف السائل كمية السائل اللي موجودة وهل هي متوفرة او لا. نقول بسم الله نبتدي.
صراحة يا جماعة الخير الجهاز ممتاز جدا، ويعني ممتاز جدا حتى للمبتدئين، بس لازم يحطون بالهم من هذا النقطة، نقطة اللي هو الفتحات اللي على جنب. أما كأداء جدا قوي، حجمه بيكون شوي كبير شوي، يعني بقارنة مثلا بالآركس، يعني شوفوا جهاز الآركس طول الكفر، لكن حط في بالك القسم العلوي هذا كله سائل. شوفوا الخزان، هذا خزان بس يشيل كم اللي، شوفوا هذا بيشيل دبل عن هذا واكثر، فديروا بالكم يعني حطوا بالكم بهذه النقطة، فأكيد بيكون حجمه معقول جدا. وخلونا نشوف آخر نفخة. صراحة جهاز ممتاز جدا ورائع، ووصي فيه خصوصا للمبتدئين. ونفس ما قلت يا جماعة الخير، أحذر من السوائل اللي بتكون أقل من 70%، يعني مثلا إذا كان نسبة البروبلين جلايكول عالية فابتعدوا عن هذا النسب. إذا بتستخدم هذا الجهاز استخدم يعني معظم السوائل اللي موجودة في السوق، 80% منها الحمد لله بدون أدنى مشكلة. وهذا كل شيء يا جماعة الخير. الرابط هيفن جيفتس أنا بحط لكم أسفل الفيديو رابط مباشر. وكان معكم أخوكم عرب فيبينج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة، نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.